اصحى، ممنوع النوم هنا. ايه؟ ممنوع النوم هنا. هو مش ده بيت ربنا؟ انا معزوم في بيت ربنا. بس ما تنامش. حاضر. اصحى يا بلدين، اصحى احسن افرشك بره. حاضر. طب يلا قوم بره بقى، اصحى يلا بره. روح انت يا سيدنا، انا مش هخليه ينام هنا. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. طبعا انت جعان نوم. ايوه انا جعان نوم قوي. وتيجي معايا وانا نايمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا ابو، لا يا ابو، بلاش. ليه؟ كان هتقول لي انا نظير كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص. يا سيدي الناس لبعضيها. قوم. تمام. مقطوع من شجرة، واقع من على النخلة، وحالته أنفشة وشكله أنشطة. طب ما جهزوش ليه؟ إن شاء الله، بس ما نجوه شوية والصباح رباح. ماشي. يلا يا سو 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 سكر. أنت بتتكلم كده ليه؟ لا مؤاخذة، أصل السي سي 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 ما بتجيبش معايا. اتفضل أنت. مؤاخذة يا معنانة. علبة سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس. كمان ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا ربيت. يا سي حسسانين يا برطوشي، اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف، بس كل ما اجي اقولها لك اقول يعني مش معقول امك سهمتك الغبي. فقلت يعني احنا في استريحت. خليل حمار الغبي يا حسن سنين. انا من مؤاخذه الواد ده بيدوله شهاده. شهاده؟ شهاده ايه بقى؟ شهاده هياكل منها ذهب. انا مش فاهم. بيعملوا له عاهه انتك. انتكه؟ انتكت ايه؟ خزقعين هياكلوا الشهد. خزقعين هياكلوا شهد؟ الشمال بس. ولما يبقى فل ومتريش نخزق له التانية ويبقى كده خد البكالوريا. بكالوريا؟ بكالوريا ايه؟ بكالوريا التسول يا روح قلبي. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا ياكلوا من عرق عهاتهم. من عرق عهاتهم؟ حلو. حلو قوي يا سي خليل يا بهيم. يا خليل يا غبي. واللي حظه حلو بقى يقع في سكتي اشقطن. اجيبه هنا نديله الشهادة الملائمة اللي تلائمه ويبقى طاقة القدر اتفتحت له.
ده نظام ارحمه ارحمه عزيزه قوي من زل واقف على النص يا برنس واقف في شموخ راسك فوق ايوه زي البرنسات كده لفوق وريني ومادد ايدك مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسه انا اقول لك كده مادد ايدك كده وثق هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطوا ويقولوا ده ابن ناس ده من عيله ده متعصب وبدل ما يدولك شلن هيدولك عشره براو عليك يا استاذ براو عليك احنا عندنا هجز كبير قوي في الاماكن الشيك قال ايه وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكنه يعني شحات بيشحت من شحات انا عمري ما شفت شحات لابس كده ما تقطعوني الزكيته دي اخرس خالص اكرهك لو اتكلمت فاهم ولا مش فاهم طيب انت تتكلم خالص طيب حاضر طيب حاضر طب اقول لله يا محسنين انا صوتي حلو اغنيها حلو قوي نعم جايب تغني انا لو عاوز شحات يغني كنت جبت عبد كفته وفرقته وعارف اوقفهم فين مين عبد كفته اخرس مش عايز اتكلم خالص راسك اللي فوق برنس ايدك قدام لا يخرب بيت ابو اللي زعلك الهي ربنا يكرمك الهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم الهي يا رب اهلا إلهي ربنا يكرمك يا شيخ إلهي ربنا يكرمك إلهي ولا انت ولا رايح فين يا مجنون البس النظارة وقف مكانك الجنيه طار يا خليل مالكش دعوة طار ما طارش الجنيه هيوصل حالا إلهي ربنا يكرمك إلهي يا سيدي الجنيه اهو وادي ابن حرام ايه الموضوع يا خليل ومين الهلف دي وانتوا طلعتوا من ايه مالكش دعوه انت شفت شغلك ايه بلاش لماضه مفيش اثناء العمل بوس الهي يا رب ربنا يكرمكم الهي يا رب ما تجيب حاجه مش شايفاني عاجز ما تجيب حاجه لله الهي ربنا يكرمكم ناقص 3 جنيه 75 قرش انت بتقرطصنا انت فاهمنا ايه انت عملت النهاردة 28 جنيه و16 قرش الله وعرفتوا ازاي اطلع بالباقي ايه اطلع بالباقي ده انتوا ولاد جنية احنا الاولاد جنيه عامل 28 جنيه و 16 قرش 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني ده نجاح باهر للشخصيه ده سكسيه البركه في النضاره انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها ايه ايوه احنا بناخدها انت قاعد عبيط ولا بتستعبط الواني انت هنا مجرد موظف تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني فوكت فاني ايه دي؟ يعني مصروف جيبة روح امك احنا ورانا مصاريف جامدة اوي ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز انت بتتكلف مصاريفك كتير اوي ايوه عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين عندك مصاريف مدير ادارة الشحاتين عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك عندك مصاريف شخصية وخلافه نهاية لول انت هنا عبد المأمور تلعب كده ولا كده هتروح في الفاسكونيا تاخد لك نفس لا اتعش عشو بقولك ايه على فكرة تشتغل اكتر تاخد فلوس اكتر احنا ناس حقانية منحبش ناكل حق حد ابدا خدهم قد كده على قلبك
تبدأ الميه لما تتجقر من تحت منك. سيبه سيبه. ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم، ربنا يكرمك. طب يا استاذ يا استاذ. ايه ايه دي؟ ايه الورقه اللي انت مدهاني دي؟ دولار يا حبيبي. ايه دولار؟ هرر. ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول لك، خد الورقه دي واديني مصري. انا بدعي لك بالمصري وهتخش الجنه بالمصري، يبقى تديني بالمصري. غريبه انت بتشوف ايه؟ انت مش اعمى؟ انا اعمى في كل حاجه الا الفلوس. خد الورقه دي واديني بالمصري، انا قابل منك اي حاجه ان شاء الله اشيل حد. هدي هدي كويس. شفت وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنه انت ومامتك. ده كده حلاوه قوي. نخلع بقى.